بتكليف من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، شارك سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم في مؤتمر قمة تحويل التعليم 2022 التي عقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وقد تطرقت جلسات القمة إلى المواضيع المتعلقة بالتوجه العالمي نحو تحويل التعليم، وطرح المشاركون فيها الكثير من الآراء حول أهم العوامل لتحقيق هذا التحول. والدور المطلوب على الصعيدين الرسمي والمجتمعي. واشتمل اليوم الاول من القمه على جلسات حواريه شارك فيها السيد انطونيو غوتريش الامين العام للامم المتحده والجدير بالذكر ان القمه قد سبقتها لقاءات على الصعيد التربوي من خلال منظمه اليونسكو وغيرها من الهيئات الدوليه والاقليميه والوطنيه بهدف جعل التحول في التعليم مواكبا للمستجدات العالميه.